الزمرد والياقوت والعقيق وغيرها من الأحجار الكريمة، إضافة إلى زراعة الشاي، جعلت من سريلانكا واحدة من الدول الأكثر تصديرا لهذه السلع على مستوى العالم. وأضحى يطلق على سريلانكا اسم جزيرة الجواهر والأحجار الكريمة، وجل السريلانكيين يعتبرون أن هذه السلع هي نفطهم الذي يسهم في إعمار البلاد. إن سريلانكا تعتبر أكبر مناجم الأحجار تنوعا على مستوى العالم، وذلك فيما يخص الجودة والتعدد، وهي تشتهر بأنها المركز الأسرع تطورا في تقطيع وتلميع الأحجار في العالم، بما تنتج من أحجار تناسب على المستويات الدولية. وقد كانت صناعة الأحجار والمجوهرات مكملة بعضها بعضا دائما. إن صانع المجوهرات يقدمون مجموعات من التصميمات لتلائم الاتجاهات والأسواق الحديثة. بعد أن تركت سريلانكا بصمتها في السوق الدولية للمجوهرات، وذلك بالتصدير لليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا والنمسا وإيطاليا وهونغ كونغ وأستراليا والشرق الأوسط. إن صناعة الأحجار في سريلانكا تجمع ما بين العراقة التي يعود تاريخها للماضي والمهارات الحديثة في تشكيل الأحجار وصناعة المجوهرات المرصعة بالأحجار. وتوجد مجموعة كبيرة من الأحجار، منها الياقوت وعين الهر والصفير النجمي والياقوت النجمي والعقيق الأحمر وحجر القمر والتوباز والصفير الأزرق والبامبي والأصفر والبرتقالي وغيرها. ازداد حاليا إقبال السائحين العرب نحو الأحجار الكريمة والثمينة المتوفرة في سريلانكا. سريلانكا تعد من أبرز منتجي الجواهر في العالم، وتحتوي سريلانكا على 40 نوعا من أفضل أنواع الجواهر التي تصل إلى 85 نوعا في العالم، والتي تشتمل على الأحجار النادرة. وتعتبر الجواهر السريلانكية دائما محط إعجاب ومطمع الأغنياء والمشاهير لآلاف السنين.